هنتكلم في الفيديو ده عن واحدة من أجمل الأبديتس اللي حصلت على السي شارب 10، وهي الجلوبال يوزنج. أولا ده بروجكت أنا لسه عامله كرييشن حالا، ده كونسول أبلكيشن لسه عامله كرييشن حالا بالدوت نت 6. طبعا من الواضح بداية كده إنك أول ما بتفتح البروجكت، الفايل بتاع البروجرام كلاس اللي هو مفتوح عندنا دلوقتي حالا شكله مختلف تماما عن الشكل اللي احنا متعودين عليه، إن أنت يكون عندك النيم سبيس واليوزنجز موجودة فوق وعندك المين ميثود والشكل اللي احنا كلنا متعودين عليه. الشكل الجديد اللي موجود قدامنا ده اسمه هاي ليفل، هنبقى نتكلم عنه بعدين، لكن خلينا دلوقتي نتكلم عن الجلوبال يوزنج. اول نقطه هتلاحظها هنا ان الكونسول دوت رايت لاين شغاله معاك بشكل طبيعي جدا بدون ما يكون في موجود عندك فوق يوزنج، مفيش يوزنج اصلا موجوده خالص للسيستم. الطبيعي ان انت علشان تستخدم الكونسول دوت رايت لاين اما انك بتعمل يوزنج للسيستم او بتعمل سيستم دوت كونسول دوت رايت لاين علشان تنفع تشتغل معاك، لكن زي ما هو واضح عندنا كده دلوقتي هي شغاله مفيش اي مشاكل فيها. حتى لو رنيت الابلكيشن بتاعنا اهو تلاحظ ان الابلكيشن شغال مفيش فيه اي مشاكل. طيب ده ليه؟ ده بسبب الجلوبال يوزنج اللي بقت موجوده في السي شارب 10. طيب دي بتعمل ايه؟ اولا كده مبدئيا في بعض اليوزنج اللي انت كنت بتستخدمها بشكل متكرر هم او التيم بتاع مايكروسوفت ضافها لك في فايل معمول له امبورت اوتوماتيكلي في كل الكلاسز اللي انت بتستخدمها جوه البروجكت بتاعك. طيب مكانهم فين؟ لو رحت على السولوشن اكسبلورر هنا وظهرت كل الفايلات المخفيه عندي، كل الفايلات بتاعه البروجكت، ورحت بعد كده على او بي جي، بعد كده على ديبج، هلاحظ هنا ان انا عندي في فولدر اسمه نت 6. لو فتحته كده في فايل هنا موجود تحت اسمه باسم السولوشن بتاعي اللي هو whatsnew6.globalusings.g.cs، ده فايل سي شارب عادي. طب تعالى نفتحه كده ونشوف ايه اللي موجود جواه. هتلاحظ هنا مكتوب كومنت فوق بيقول لك اوتو جنريتد، الفايل ده اوتو جنريتد، وهنا في بعض اليوزنجز موجوده وموجود معاها الريزيرفد كي وورد اللي هي جلوبال. ده معناه ان كل اليوزنجز دي كانها بالظبط موجوده في كل الكلاسز بتاعتك من غير ما تكتبها. حتى هتلاحظ ان السيستم اللي هي اول واحده فوق دي اكتف مش دمد زي الباقيين، وده لاننا مستخدمينها جوه البروجرام كلاس، فبالتالي بالظبط كاننا كاتبين دول فوق هنا جوه البروجرام كلاس وهو مستخدم منهم السيستم. طيب هو كده شغال اوتوماتيكلي من غير ما انا اتدخل تماما، هو عمل الفايل ده وشغال بالطريقه دي. طيب ايه اللي بيقول للبروجكت بتاعك ان هو يشتغل بالطريقه دي؟ خلينا نقفل الفايل ده مش محتاجينه ونرجع تاني نقفل الفايلات دي، وهاجي اقف بس كده على البروجكت. مجرد ما هقف عليه هيفتح لي الفايل اللي فيه الكونفيجريشن بتاع البروجكت بتاعي. في حاجه عندي هنا اسمها امبليسيت يوزنجز، لو عملت لها بس كومنت كده وعملت سيف ورجعت تاني على البروجرام كلاس هلاحظ دلوقتي ان هو مش عارف ايه هي كونسول دوت رايت لاين دي وعمل تحتها الايرور الاحمر، فده معناه ان هي كده مش شغاله او ان الجلوبال يوزنج مش شغاله. علشان اشغلها مره تانية هاجي هنا واعمل بس انكومنت للسطر ده. هل ده بيشتغل بس على الحاجات اللي هم ضايفينها اوتوماتيكلي او الاوتو جنريتد اللي احنا شفناها دلوقتي في الفايل؟ لا، ده شغال على اي يوزنج انت كنت بتستخدمها، سواء كانت يوزنج ليه كلاس انت اللي عامله، او لايبراري مثلا موجوده على الدوت نت، او لايبراري حتى انت منزلها من على النيوجت باكج. طيب هروح دلوقتي مثلا هكريت هنا فولدر سميه مثلا وليكن مودلز. مودلز ده هضيف جواه كلاس، هاجي اقول له هنا كلاس سميه مثلا بيرسون، مش هعمل فيه اي حاجه بس اخليه بابليك. تعالى بعد كده نرجع تاني على البروجرام كلاس بتاعنا، سيف برده الفايل ده وارجع على البروجرام كلاس هنا، وهبتدي احاول اخد انستنت من البيرسون. خلينا نمشيها عن طريق احنا نستخدم فار علشان تبقى اوضح لك. هقول لك مثلا فار بيرسون بيكوال نيو بيرسون زي ما هو بيقترح كده عليا، بس انا هكتبها بايدي. دلوقتي هو مش عارف ايه البيرسون ده، علشان يبدا يستخدمه لازم اعمل يوزنج. لو اخترتها كده هيبتدي يضيف لي فوق هنا عادي جدا يوزنج واسم البروجكت بتاعي، بعد كده اسم الفولدر اللي موجود جواه الكلاس اللي هو بتاع البيرسون. طيب لو انا عاوز استخدم اليوزنج دي في اكتر من مكان وعاوزها برضو تبقى جلوبال يوزنج ما اضطرش ان انا اكتبها في كل مره، ازاي اقدر اوصل للنتيجه دي؟ في عندك طريقتين تقدر توصل بيهم لنفس النتيجه. الطريقه الاولانيه انك هتيجي هنا في البروجكت بتاعك هتزود كلاس جديد، هاجي كده زود كلاس هسميه جلوبال يوزنجز، همسح كل اللي موجود جواه وهاجي هنا بس هاخد كده كت للجزئيه بتاعت اليوزنج دي واضيف هنا قبلها كلمه جلوبال واعمل بيست، بعد كده هعمل سيف
هرجع تاني على البروجرام كلاس، هلاحظ اننا حتى بعد ما شلنا اليوزنج اللي كانت موجودة هنا لسه بيرسون موجودة، مفيش فيها اي مشاكل. طيب لو رجعت تاني على الجلوبال يوزنج وعملت هنا مثلا كومنت للسطر ده وعملت سيف ورجعت على البروجرام، هلاحظ دلوقتي ان رجع عندي الايرور مرة تانية. طيب ايه الطريقة التانية اللي اقدر اخليه يستخدم بيها الجلوبال يوزنج؟ هروح تاني على البروجرام بتاعي، هقف عليه بس كده وهفتح الفايل اللي فيه السيتنجز. هاجي هنا هضيف التاج بتاع الايتم جروب، هقول له ايتم جروب اللي هو التاج ده، وجواها هضيف اليوزنج بتاعتي، فهقول له يوزنج، بعد كده هقول له انكلود، وهضيف هنا الباث بتاع اليوزنج. فلو رجعت مرة تانية هنا على الجلوبال يوزنج علشان نختصر في الوقت، هاخد الجزء ده كده اللي هو اسم البروجكت بعد كده دوت مودلز ده كده كوبي، وهرجع مرة تانية هنا على الانكلود اضيفها واعمل سيف. دلوقتي لو رجعت مرة تانية هنا على البروجرام هتلاحظ ان الايرور ده اختفى، وبالتالي الجلوبال يوزنج بتاعتنا شغالة، سواء كانت مكتوبة جوه الجلوبال يوزنج كلاس اللي احنا ضفناه او جوه السيس بروج فايل بتاعنا لما ضفناها جوه الايتم جروب. احنا كده جربناها في كلاس احنا مكريتينه. تعالى كمان نشوف اكزامبل تاني، صراحة شفت حد كان شرحه وعجبني الاكزامبل اللي هو كان بيشرح عليه. الاول خلينا نكومنت الجزء ده ونرجع تاني على الجلوبال يوزنج ده، نمسح السطر ده مش محتاجينه، وخلينا نروح على البروجرام كلاس ونمسح كل اللي مكتوب جوه. هاجي هنا الاول هكرييت فاريبل جديد هسميه مثلا نيمز، الفاريبل ده التايب بتاعه هيكون عبارة عن array، فهقول له نيو array وهبتدي هنا اعمل له initialize ببعض السترينجز. اول فاليو مثلا ولتكن محمد، نفس الفاليوز اللي استخدمناها في الفيديو اللي فات، وعلي وحسن مثلا. بعد كده هاجي هنا مثلا هستخدم الجيسون سيريالايزر في اني اعمل سيريالايزنج للاري ده، فهقول له مثلا var serialized ده هي ايكوال جيسون سيريالايزر، مش زي ما هو بيقترح كده، هقول له جيسون سيريالايزر. وبالتالي لو جيت برضو عملت كنترول دوت هلاحظ هنا ان هو بيقول لي انت محتاج تستخدم system.text.json، فهقول له استخدمها مفيش مشكلة. بعد كده هقول له هنا dot serialize، وهبعت هنا الاراي بتاعي اللي هو اسمه names. بعد كده مثلا وليكن لو انا هعمل console.writeline للserialized variable ده، تعال بقى نطبق نفس الكونسبت على الجزئية بتاعت system.text.json دي بالطريقتين ونشوف هل هتشتغل برضو ولا لا. اول حاجة هعمل هنا comment للجزئية دي مش محتاجها علشان الايرور هنا يظهر وتبتدي تاخد بالك ان في ايرور حصل لما عملنا كومنت لليوزنج. بعد كده هاخد الجزء ده كده كوبي كله واروح على الجلوبال يوزنجز كلاس واقول له هنا جلوبال واعمل بيست، هعمل سيف وارجع تاني على بروجرام كلاس، هلاحظ ان الجيسون سيريالايزر اشتغلت تاني ما حصلش فيها مشكله، برغم ان اليوزنج مش موجوده جوه البروجرام كلاس او مش موجوده جوه الكلاس اللي انا مستخدمها فيه. طيب هرجع تاني على الجلوبال يوزنج وهعمل كومنت، هاخدها برضو كده كوبي وهروح على السيس بروج فايل وهرجع تاني الجزء ده، هعمل له انكومنت وهضيف هنا اليوزنج ده انا محتاجها مكان ديت، او ممكن اضيفها برضو مفيش مشكله، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على اكزامبل تاني فعلشان بس ما نلخبطش نفسنا، هعمل بيست وسيف وارجع تاني على بروجرام كلاس، هلاحظ دلوقتي ان الجيسون سيريالايزر رجع تاني تشتغل معايا بدون برضو محتاج اكتب اليوزنج جوه نفس الفايل اللي انا شغال فيه، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.